انضم الينا الكاتب والمحلل السياسي بدر السلام الطرابلسي. اهلا بك استاذ بدر. اهلا وسهلا، مرحبا، اهلا اهلا بكم. بك. اهلا بك. اذا لدينا مساءله من البرلمان التونسي الى راشد الغنوشي. بدايه، كيف رايت هذه المساءله؟ نعم، هذه المساءله يعني امر طبيعي وواجب على البرلمان التونسي ان يقوم به لراشد الغنوشي رئيس حركه النهضه ورئيس البرلمان في نفس الوقت، لان الزياره التي قام بها لتركيا للقاء رئيس تركيا رجب طيب اردوغان كانت زياره شبه خفيه، لاننا علمنا بها بعدما وصل الى تركيا والتقى بالرئيس رجب طيب اردوغان. هذا في الشكل. ثم ان هذه الزياره يعني لم تكن وفق البروتوكولات البرلمانيه التي يجب على رئيس معناها مجلس نواب الشعب التونسي ان يقوم بها، سواء من حيث علنيه الزياره التي كان مفترض ان تكون زياره علنيه، ان يعلن عنها رئيس البرلمان من خلال بيان ثم يكون مصحوبا بوفد رسمي سواء من مجلس نواب الشعب أو من رؤساء الكتل. كذلك كان من المفروض ان يحضر في يكون حاضرا في هذه الزياره سفير الدوله التونسيه في تركيا. يعني هنالك بروتوكولات واصول في العمل البرلماني في الدول الديمقراطيه يجب ان ينضبط اليها رئيس البرلمان عندما يقوم بزيارات خارجيه. هل هناك يعني هذا تقريبا في شكل الزياره. في المضمون طبعا الزياره يعني لم تكن عاديه بالمره، يعني لانه جاءت مباشره اثر اسقاط حكومه الحبيب الجملي التي اقترحتها حركه النهضه على البرلمان، والتي اقترحها خاصه الشق الموالي لرئيس الحركة راشد الغنوشي، وراشد الغنوشي في حد ذاته طبعا لم يكن هنالك من هو راض عن هذه الحكومة حتى من داخل حركته. ف يعني القيام بالزيارة سويعات إثر إسقاط حكومته أثار العديد من التساؤلات في تونس وفي الشارع وعند السياسيين، لأنه كذلك هنالك معطى آخر ربما لم يذكر كثيرا، وهو حضوره في جلسة للمجلس الأمن القومي في تونس قبل مدة وجيزة من زيارته إلى تركيا. كل هذه العوامل تدفع بالعديد من التساؤلات يعني عن فحوى هذه الزيارة الغريبة، والتي هنالك أصلا من النواب البرلمان النائب عبير موسي شككت فيها وقالت أن فيها تخابر وفيها ربما في كلامها مبالغة، ولكن بما أشكرك. أنه لم لف الكثير من الغموض هذه الزيارة فهذا يفتح باب التأويل. شكرا على جزيلا، يعني وضحت وجهة نظرك الأستاذ بدر السلام المحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف من تونس، شكرا جزيلا لك.